أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد، وهل تكفي قراءة أحدهما عن الآخر؟ كتاب فتح المجيد اختصار للتيسير. تيسير العزيز الحميد هذا للشيخ سليمان، وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمه، اختصره وهذبه. وكان في الأول يسمى التهذيب لأنه هذب تيسير العزيز الحميد، اختصره وكمله، لأنه لا المؤلف لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو تهذيب له واختصار له. نعم. وتيسير العزيز الحميد أوسع وأكثر. نعم.